السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ المحترم، أهلا وسهلا بك مولاي. أستاذي فرحت بالمكالمة ديالك. أعزك الله خويا. أستاذي أنا غادي نقول لك واحد الشعر، بيت شعري، وأنا كندير أستاذ. كما قال الشاعر: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لا إله إلا الله. أنت أستاذي الكريم بدر. أكرمك والله الله. والله إلا بدر. استغفر الله استغفر الله، الله يكرمك سيدي عمر، أنت اللي قلبك طيب وكلامك حلو زي السكر، الله يجزك بخير. أستاذي أنا عيني الآن تدمع بالقصة اللي بعد قليل سمعتها على ذاك السيد القاضي مع الزوجة ديالو اللي ودت له التوأمين. نعم سيدي إياه. وحضرتي لهم أستاذي. أكيد. وشاركتهم في الأفراح ديالهم. لا إله إلا الله. وعاونتهم ورشدتهم، وأنت أنت المرشد. ألو سيدي عمر. سيدي عمر من أكادير للأسف الشديد انقطع الخط. شكرا سيدي عمر، مازال معنا. نعم سيدي. معنا نعم سيدي. تفضل تفضل. شكرا لك أخويا. أنا أستاذي كنتمنى لك التوفيق. اللهم آمين. وكنتمنى لميدي راديو التوفيق والطاقم الإداري، وهذه أول إذاعة اللي هي تشرفنا وكتشرفنا احنا كمغاربة ونعتز بها، وعلى رأسها الأستاذ قريبان. شكرا لك سيدي عمر. شكرا لك. أتمنى لك أستاذي دعاء لواحد البنية ديالي سارة، أن يرزقها زوجا طيبا يا رب، وواحد الولد ديالي حتى هو يتوفق في إيجاد حل عملين، ودعي لجميع أبناء المسلمين. وتحياتي لك أستاذي الكريم، شكرا لك التوفيق وطول العمر. شكرا لك سيدي عمر، شكرا لك، وتحية كبيرة لساكنة أكادير. وسيدي عمر كلامك يؤكد وينم على أن لك قلبا من جوهر، فجزاك الله عنا كل خير. أكيد أن البنية ديالك بتفرح بها، إن شاء الله يكون لها واحد الزوج، إن شاء الله سوف يكون بإذن الله. قل لها، قل لابنتك إن شاء الله تستعين بقراءة سورة سيدنا يوسف، سورة يوسف عليه السلام. يقال عند العلماء الصالحين بأن من يقرأ القرآن، القرآن لما قرئ له، وماء زمزم لما شرب له. هناك آيات قرآنية فيها تجليات. سورة يوسف لما يقرأها المؤمن أو المؤمنة حسب النية اللي عنده، مثلا شاب أراد أن يتزوج، أو فتاة أرادت أن تتزوج، أو زوجة أرادت أن تكون جميلة في عين زوجها، أو زوج يريد أن يرى جميلا في عين زوجته مثلا. هناك الصورة بكاملها صالحة، ولكن هناك مقطع خاص عن سيدنا يوسف عليه السلام لما قال فيه ربنا عز وجل: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا المقطع من سورة يوسف سبحانك يا جليل، أنه من يقرأها ويرددها بنية أن ربنا يعطيه القبول، يعطيك الله القبول في الصورة، تكون مقبولا عند الخلق أجمعين. فأي فتاة ترغب في الزواج لكي تكون مقبولة تقرأ سورة يوسف، وأيضا تصلي على النبي. الصلاة على النبي فيها سر عظيم من الأسرار، تعطي لصاحبها القبول حسب النية. بغى القبول مع الخلق، بغى الجمال، بغى البغاء، بغى الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة. لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما يسمى بصلاة أهل السعادة، الصلاة على النبي المشهورة هي الإبراهيمية، هي التي علمها النبي الكريم لصحابته من فوق المنبر. كان يعلمهم الصلاة على النبي كما يعلمهم القرآن، وعلمهم الصلاة الإبراهيمية. والعلماء الذاكرون من شدة ولعهم بالصلاة على النبي أبدعوا عدة صيغ، ولا تسمى بدعة سيئة بل بدعة حسنة، لأنها مستنبطة من عموم القرآن والسنة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.